إن كنت لا ترحم المسكين إن عدم، ولا الفقير إذا يشكو لك العدم، فكيف ترجو من الرحمن رحمته؟ وإنما يرحم الرحمن من رحم. زين الدين العراقي. وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. صلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقمي. وما الحسن في وجه الفتى شرفا له، إذا لم يكن في فعله والخلائق. الرحمة من رحم يرحم، إذا رق له وتعطف عليه، والرحم هي علاقة القرابة. وقد تطلق الرحمة على الرزق والغيث، وأصل هذه المادة يدل على الرقة والعطف والرأفة. فهل الرحمة مرادفة للرأفة؟ الرأفة مبالغة في رحمة خاصة، وهي دفع المكروه وإزالة الضرر. وأما الرحمة فإنها اسم جامع يدخل فيه ذلك المعنى، ويدخل فيه أيضا الانفصال والإنعام. قد يسأل سائل: وما نفع الرحمة بيننا اليوم؟ أقول: الرحمة تشعر المرأة بصدق انتمائه للمجتمع، فمن لا يرحم لا يستحق أن يكون فردا من هذا المجتمع أو حتى جزءا منه. فبها نبني مجتمعا متماسكا، يحس بعضه ببعض، ويعطف بعضه على بعض، ويرحم بعضه بعضا. المفكر والفيلسوف المصري مصطفى محمود، وجدت له مقالا عن الرحمة من كلماته أقتبس لكم التالي. يقول هذا الفيلسوف: الرحمة أعمق من الحب وأصفى وأطهر، هي عاطفة إنسانية راقية مركبة، ففيها الحب وفيها التضحية وفيها إنكار الذات وفيها التسامح وفيها العطف وفيها العفو وفيها الكرم. كلنا قادرون على الحب، وقليل منا هم القادرون على الرحمة. في زمننا هذا عزت الرحمة في قلوب البعض، فليتذكروا قول النبي الأكرم: الراحمون يرحمهم الرحمن. في أمان الله.